هو ازاي الناس اللي بتبيع منتجات بقيمة مادية عالية في مكان القوة الشرائية بتاعته ضعيفة بيعملوا الحركة دي؟ الناس بتسأل بتقول طب هو ازاي الناس اللي بتبيع منتجات بقيمة مادية عالية في مكان القوة الشرائية بتاعته ضعيفة بيعملوا الحركة دي؟ أكيد بيضغطوا على العميل، أكيد بيحاولوا إن هم ينصبوا عليه. هنا إحنا محتاجين نقف وقفة كبيرة جدا، لأن هو العميل بتاع اليمين دول ساذج لدرجة إن هو ممكن يندحك عليه. هو مع الوضع الاقتصادي الضاغط اللي حاصل اليمين دول، العميل ممكن يشتري حاجة هو شايف إن هو مش محتاجها. ده بسبب الأحوال الاقتصادية الحالية بقت العملاء بتدور على طرق جديدة توفر بيها فلوس. الله، أمال ده بيحصل إزاي؟ إزاي واحد يبيع منتج قيمته المادية عالية في مكان قوته الشرائية ضعيفة؟ إذن في حاجة أنا مش عارفها. هنا من ضمن الأساليب اللي بتستخدم في حاجة زي كده الفرق ما بين التكلفة والسعر. في بعض الناس اللي شاطرين أو المقنعين المتميزين بيبقى مستشار أمين، وهنا المستشار الأمين مش بس إن هو بيقول إن الحل دوت هو الأفضل ليك في إن هو يحل لك المشاكل بتاعتك فيحسن لك الظروف اللي أنت نفسك اللي أنت تحسنها، لا، ده كمان بيحسبها له ماديًا قد إيه تكلفة الموضوع ده هتوفر عليه فلوس بعد كده. إيه ده؟ هو أنا ممكن أدفع حاجة سعرها عالي قوي وفي نفس الوقت تكلفتها عليا تبقى قليلة؟ هو في فرق أصلا ما بين السعر والتكلفة؟ دلوقتي كل واحد مننا بيبقى عنده عقلين، عقل واعي اللي هو بيفكر بالمنطق وبياخد القرارات بالمنطق، والعقل اللاواعي اللي بياخد القرارات باللامنطق. كتير من القرارات بتاعتنا اللي احنا بناخدها اللي بيتحكم فيها وبيحسمها هو العقل اللاواعي، يعني معظم قرارات الشراء اللي احنا بنشتريها بيبقى عقلك اللاواعي ساحب، هو اللي خد القرار. العقل اللاواعي بيتسم ان هو ما بيعملش كتير من الحسابات العقلية المعقدة اللي احنا محتاجينها اليومين دول عشان ناخد قرار الشراء، انما بياخد القرار بسرعة وبيختصر وبيختزل عملية الشراء. ان هو لو عاوز يوفر، وده اللي هو نفسه ان هو يحققه، ان هو ياخد ارخص حاجة. يقوم يجي بقى المقنع المتميز اللي واقف في المكان عشان هو مستشار امين، بيبقى مستشار مالي امين، يبتدي يحسبها له، يقول له ما تيجي نشوف مدة الاستخدام، هي مدة الاستخدام بتاعته قد ايه، وعلى حسب مدة الاستخدام اللي هو هيستخدمها يبتدي يشوف السعر ويقسمه على مدة الاستخدام عشان نشوف مثلا هو في اليوم هيكلفه قد ايه. فلو طلع اوفر ساعتها ينصحه بيه، وهنا بيخلي حتى عميله هو اللي يحسبها وهو اللي يمسك الآلة الحاسبة عشان هو اللي عارف هو في العادة بيستخدم الحل اللي هو بيشتريه بيستخدمه في مدة قد ايه، فيقدر يقولك انا الحل العادي اللي انا بستخدمه ده بخلصه في الوقت الفلاني، طب دوت هستخدمه في مدة اطول عشان الكمية اكتر، اذا انا هخلصه في الوقت الفلاني، طب تيجي نحسبها السعر على مدة الاستخدام، ساعتها نشوف مين الاوفر فيهم او الاقل في التكلفة. اذا ساعات في اوقات كتير منتجات قيمتها المادية عالية قوي ومنتجات كتير جدا تهزمها في السعر، انما مفيش ولا منتج من المنتجات البدائل للمنتجات اللي قيمتها عالية ديت يقدر يهزمها في التكلفة. ساعتها لما انت بتقدر توضح الكلام دوت لعميلك، ساعتها بيقدر ياخد القرار اللي هيعود عليه بالنفع الحقيقي واللي هيوفر له بعد كده. طب لو يعني بنشتري جهاز، يعني هو الجهاز دوت فيه مدة استخدام؟ ساعتها لو بتشتري جهاز بتحسبها على مدة الضمان، هو الجهاز ده ضمانه قد ايه؟ هل ضمانه 3 سنين ولا ضمانه 5 سنين؟ وبتعالى اقسمها بقى على افتراض يعني ان 5 سنين ويوم الجهاز هيبوظ وخلاص كده راح عليك، فهنا بنقول 5 سنين ونشوف السعر على ال5 سنين، يبقى ساعتها نشوف تكلفة الجهاز ده واقف عليا بقد ايه. ويسع على كده حاجات كتير. هتلاقي انت ساعات بتعمل حاجة زي كده لما تروح تجيب لنفسك مثلا علاج وفيتامينات وهكذا، فبتيجي تختار الفيتامينات اللي عدد الحبات اللي فيها اعلى، تقول اصلا انا لما هاخد العلبة الكبيرة اللي فيها عدد حبات كتير صحيح هي اعلى في السعر ولكنها
اوفر عليا. نفس الكلام ده بيتم برضو مع كل الناس، ولكن في الحاجات المعقدة ما بنقعدش نحسبها بالشكل الكبير ده، فبنقول ايه هات ارخص حاجة وخلاص. هتلاقي اللي بيشتري تكييفات مثلا ممكن يشتري ارخص جهاز مكيف موجود بيتباع، بس يجي يكتشف بعد كده ان فاتورة الكهرباء اللي جاية بتقسم وسطه كل شهر. انما في واحد تاني يختار المكيف اللي قيمته المادية عالية، ولكن يجي بعد كده عند فاتورة الكهرباء يلاقي ان فاتورة الكهرباء بتاعته رخيصة جدا، ما بيكلفش كتير. وهنا نقطة خطيرة، ان في حالة زي كده هتلاقي ان السعر انت بتدفعه اول مرة وفقط، انما التكلفة هتزيد معاك مدى الحياة طول ما انت بتستخدم المنتج اللي قاعد يزود عليك ويجيب لك فواتير كهرباء عالية. اذا ده ندفع السعر مرة واحدة ولا اني ادخل في موضوع تكلفة شهرية عالية عليا، مش كده ولا ايه؟ وده يا سيدي الفرق ما بين السعر والتكلفة، وده اللي بيخلي بعض الزملاء المقنعين المتميزين يقدروا يبيعوا منتجات قيمتها المادية عالية في مكان القوة الشرائية بتاعته ضعيفة. لو عجبك الفيديو ما تنساش تضغط لايك وشير وتشترك في القناة عشان يوصل لك كل الفيديوهات الجديدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.